اهلا بحضرتكم مره ثانيه وبنواصل حواري مع محافظ البنك المركزي السيد هشام رامز. اهلا بحضرتك مره ثانيه يا فندم. نيجي على قناه السويس، انا في اسئله كتيره جدا، هناخد بس قناه السويس كده حزمه وبعدين نكمل بقيه الاسئله. السؤال اللي كتير جدا مطروح في السوشيال ميديا وفي بعض الاعلام وفي بعض المقالات، احنا كنا بنقول اسهم في القناه، قلبنا الاسهم الى شهادات استثمار، ايه السبب؟ هل في مخاطر امنيه؟ ايه وجهه النظر اللي تم على اساسها اتخاذ القرار؟ لا، هو السيد رئيس الجمهوريه لما كان بيتكلم هو اهم حاجه عنده كانت المرحله اللي هي الحفر القناه الجزء الجديد والانفاق والكلام ده كله، ان المصريين هي اللي تموله. طبعا اي حد في العالم يتمنى يمول حاجه زي دي، لان مشروع ذا يعني مضمون، مشروع يعني قناة السويس اصلا كهيئه ملاءه ماليه 100% قويه جدا، بتطلع 5 مليار و300 مليون دولار في السنه صافي دخل للدوله. كل الكلام ده لما تخيل بقى ما بتزود ان انت تبقى عندك قناه اخرى، يعني مش قناه كامله، يعني حته اخرى بحيث ان المراكب تبقى رايحه وجايه في نفس التوقيت، يبقى عندك ساعتها حمولات اكبر، ان هتبقى العماق اكتر فتاخد الحمولات المراكب الكبيره العملاقه. فاي حد طبعا يتمنى، لان ده مشروع يعني جدوى بتاعته عاليه جدا. فهو كان السيد رئيس الجمهوريه قالك دي المصريين فقط يساهموا في المشروع كمساهمه في المشروع. فاحنا كلمه مساهمه في المشروع، ايه الادوات اللي ممكن نساهم بيها؟ فبصينا في كل الادوات المتاحه كمجموعه اقتصاديه في مجلس الوزراء، قعدنا مع بعض بصينا في كل الادوات المتاحه. الحقيقه شهادات الاستثمار هي اكتر حاجه معروفه للناس. وبعدين شهادات الاستثمار دي هتبقى في الاخر، انت مش معقوله، يعني انا في رايي الشخصي مش معقوله ايراد سيادي اخلي حد يشاركني فيه، حتى المصريين. ايراد سيادي ملك الدوله، يعني ده ايراد سيادي ملك الدوله نفسها. فمش معقوله مثلا اعمل شركه للضرايب وبيع اسهم ويبقى ناس تبقى ليها حق ان هي تاخد جزء من الضرائب، ما ينفعش، ده ايراد سيادي. لكن في الاسهم دي في المراحل اللي هي هيبقى فيها مشاريع في التطوير طبعا هتكون موجوده، هيبقى في اسهم في كلام. فلقينا ان شهاده الاستثمار هي اكتر حاجه هتخلي الغالبيه العظمى من الناس تساهم وتقدر تبقى عندها اكسس لهذا الموضوع. فعرضنا يعني بصينا في الموضوع كمرحله دي، لان احسن حاجه لهذه المرحله هي شهادات الاستثمار. وعرضنا على واجتمعنا. هاجي لحضرتك الاجتماع، حضرتك بتقول ايراد سيادي، بس الكلام اللي في الاول كان اكتتاب عام، يعني اكتتاب عام اسهم، يعني ده اللي سمعناه في الاول. لا، هو هي اللي اتقال، يعني المعنى ان المصريين تساهم في بناء القناه. ما هي دي مساهمه. هو شهاده الاستثمار دي ايه؟ ما دي مساهمه. بساهم بس بطريقه باداه اخرى. لكن انا عندي مراحل اخرى في تطوير القناه، وهيبقى فيه مشاريع وهيبقى فيها حسابات. ده تمتلكها اسهم. دي ممكن يبقى فيها اسهم وممكن فيها سندات وممكن فيها كل حاجه. لكن انا دلوقتي لما اجي في المرحله دي، ده مرحله حفر وطرق. الانفراستراكشر بتاع القناه البنيه التحتيه اللي هي البنيه التحتيه. يبقى احسن هنا ايه؟ احسن حاجه للبنيه التحتيه وهي شهادات الاستثمار. شهادات الاستثمار دي في الاخر يبقى المصريين، هو وللمصريين فقط. المصريين ساهموا في بناء القناه بتاعته، ده حدث طبعا تاريخي، حدث اهم حدث بنمر بيه، ان انت بتساهم في القناه بتاعتك كمصري. فلقينا ان دي احسن اداه نقدر نخش بيها. لقينا دي احسن اداه، طب ايه الادوات التانية؟ هل كان الاسهم فكره مطروحه وبعدين تراجعتوا عنها؟ لا، هي فكره مطروحه، بس انا عشان اعمل اسهم يبقى لازم عندي دراسات، وعندي موضوع ياخد له 4-5-6 اشهر، وعندي ريتنج لهيئه قناه السويس، يعني دخلنا في تفاصيل طويله جدا، وموضوع الحفر ده كله هياخد تقريبا سنه. فهتبقى التمويل، يعني التمويل في شهادات الاستثمار ده للحفر بس، ده للحفر والانفاق اللي هي والطرق اللي هي موجوده، ده للمرحله دي. فاسرع طريقه واحسن طريقه ولها عائد على الناس، وكل مصري في كل قريه عارف يعني ايه شهاده استثمار، هتقدر تخلي المصريين كلهم يخشوا ويساووا. انا عشان اعمل موضوع اسهم ده اجراءاتها طويله، لان الشركه لازم يعمل لها تقييم وريتنج والى اخره. فكرت زائد انه ايراد سيادي طبعا، لكن ما كانش في خوف امني انه الاسهم دي تطرح فبعد كده تلاقي شركاء اجانب في مورد سيادي زي طبعا ده؟ في طبعا في حاجات كتيره جدا، لكن لان حاجات كتيره امنيا وفنيا. يعني هي فنيا في الاخر، انا عشان اعمل حاجه زي دي وفي حاجه سياديه وحاجه موجوده، ده اجراءاتها طويله جدا من الناحيه الفنيه. انا ما اقدرش، ما فيش حاجه اسمها تطرح سهم كده بكره الصبح. لكن انا بقول عن شهاده استثمار،
وبضمان الدولة المصرية اللي هي ممثلة في وزارة المالية مع هيئة قناة السويس اللي هي أكبر ملاءة مالية في مصر وتدفقات نقدية واضحة حاليا. يعني في ناس تقول ايه طب انتوا هتدفعوا الفايدة منين يا جماعة؟ دول بيطلعوا 5 مليار و 300 مليون دولار كل سنة. وفي ناس سؤال يقول لك انت هتاخد كل الفلوس مرة واحدة؟ هي يعني بتخش في حساب هيئة قناة السويس لدى البنك المركزي في الحساب الموحد بتاع الدولة. وبالتالي تقدر انت تمول منه فبياخد الفلوس وهو بيشتغل. هو اوريدي شوف اشتغلوا قد ايه في الفتره القصيره دي فترة، فهو عنده طبعا الشغل شغال جدا. فلقينا ان دي احسن اداه، واحسن اداه كل المصريين عارفينها. الاسهم اسهل في التسويق، الاسهم مش كل الناس عارفينها. يعني واخد بالك متعاملين مع بعض. وبعدين هقول لحضرتك حاجه، اكبر اصدار اسهم في مرحله تانية هيبقى فيها اسهم اكيد للمشاريع الاستراتيجيه اللي هتحصل، وهيبقى فيها في استثمار اجنبي واستثمار عربي. ما احنا بنفرق بين كلمة أجنبي وعربي. العرب يعني بالنسبة لنا أشقان العرب، واستثمار مصريين والقطاع الخاص المصري. هيبقى فيه استثمارات كتير دي اللي هتفتح فيها أسهم. هو ده اللي ممكن يبقى فيها كل بقى أدوات التمويل الممكنة، لكن مش على القناة نفسها. القناة نفسها وده الهدف الأساسي، إن المصريين هم اللي يبنوا القناة بتاعتهم. تمام. طيب انت بقى حضرتك طبع تقريبا 6 مليون شهادة استثمار تقريبا، معنى كده ان انتوا عندكم توقعات كبيرة بانه هيبقى فيه اقبال ده مبدئي. هو يعني امبارح مثلا كنت بقول 6 مليون، النهاردة هتلاقيهم وصلوا ل 7 مليون شهادة. المطبعة شغالة يعني بتطبع يعني. بتطبع شهادات كتير. عشان عندنا ستوك، البنوك عندها ستوك جاهز. ايه توقعات حضرتك كمحافظ بنك مركزي وكخبير طبعا بالساحة الاقتصادية المصرية، انه الناس تقبل بمستوى قد ايه تقريبا؟ انا اتسألت ده في الاجتماع وقلت ما اعرفش. الاجتماع الكبير عشان ما تمسكش عليا حاجه فاقولها كده دلوقتي. الحقيقه انا متوقع اقبال شديد جدا. احنا المرحله دي مع الانفاق محتاجين تقريبا، وزي ما اعلن في حدود هي تحتاج 60 مليار. فقلنا في المجموعه، فقلنا ان احنا هنمولها عن طريق شهادات استثمار وقروض مشتركه من البنوك المصريه. والبنوك المصريه طبعا ابتدت حتى تبص على الفيزابيليتي ستادي الموجوده مع سياده فريق مميش، وقعدنا معاه وفي اعداد اخرى بنبص في التفاصيل عشان نخش يجي قرار. يعني تجيل الحفر ده 60 مليار، الحفر بالانفاق بالطرق بكل حاجه. تمام. أوكي. اللي هي مرحله الانفراستراكشر الاساسيه. فاحنا قلنا هنعملها بشهادات استثمار وقرض مشترك. ممكن توقعاتي ان شهادات استثمار هتغطي اغلب ال 60 مليار، اغلب الاحتياجات. فهيجي يقول لك طب حضرتك قلت في الاجتماع الاول ما اعرفش، ودلوقتي توقعاتي اتحسنت. ليه اتحسنت؟ لا انا كنت عارف طبعا، بس يعني عشان انا بضحك طبعا عشان ما ايه ما بقاش قلت الالتزام. انا توقعت، انا شفت حتى اليومين دول حصل ايه. انت ما تصورش الضغوط علينا في البنوك عامله ازاي. الناس مقبله، كله مستني انت فين الشهادات. واضطريت اعمل مؤتمر صحفي امبارح عشان اشرح كل حاجه عشان اما القانون يطلع، لان انا ما اقدرش اطلع شهادات غير بصدور القانون. القانون طلع النهارده اللي هو السيد رئيس، السيد الرئيس طلع قرار بقانون يخص اصدار شهادات قناه السويس، ما تنفعش تمشي من غير قانون طبعا، لان الهيئه ما تقدرش تصدر شهادات استثمار من غير قانون يسمح لها ان هي تصدر شهادات استثمار. زي شهادات استثمار اللي هي بتاعت البنك، بتاعت بنك استثمار قومي، دي طالعه بقانون سنه 65. طيب احنا توقعاتي هتبقى كميه كبيره جدا. هي سؤال يقول لك ايه، طب ما ده هياثر على ودائع البنوك وهتقلل الفلوس والناس هتروح من هنا وتحطها هنا. هو الكلام ده برد عليه، هو ودائع البنوك قاعده عشان احنا قاعدين نتفرج عليها، احنا عايزينها تشتغل. انا ودائع البنوك بتزيد كل 3 اشهر، متوسط الزياده في ودائع البنوك 50 مليار جنيه كل 3 اشهر كل ربع، ودي ارقام معلنه. يعني مش مثلا بقول توقعات، يعني اخر سنه كل ربع متوسط زياده الودائع بالجنيه المصري في حدود 50 مليار جنيه. واخد بال حضرتك؟ وحضرتك لسه قايل من شويه ان احنا مستوى الاقراض الى مستوى الايداع 40%. لا يعني انا قصدي انا كل ربع بزيد 50 مليار كحجم الودائع في الجهاز المصرفي ككل. فبالتالي لو انا بتكلم على كده، حتى لو الزياده بتاعت الربع ده دخلت في مشروع زي ده البنوك ما قلتش ما قلتش الاحتياجات بتاعتها. عندنا مثلا الـ 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 الشهادات الادخاريه في البنوك في البنوك ككل بتزيد كل 3 اشهر قد ايه؟ قد ايه؟ 15 مليار جنيه. ده اسلوب المصريين، الشهادات الادخاريه بالنسبه لهم حاجه مهمه جدا وبالعائد. لان في اسر كتير، في ناس كتيره عايشه على العائد بتاعه اللي هو بياخده كل 3 اشهر. عشان كده احنا لما عملنا شهاده استثمار عملناها 5 سنوات الفتره اللي مقبوله لاغلبيه الناس. وعملنا العائد كنا المفروض نعمله كل 6 اشهر، لا احنا عملناه كل 3 اشهر يدفع. واخد بال حضرتك؟ عشان ده بيناسب
كل المصريين. انت اكيد تفتكر يعني كلنا عارفينها، مثلا يبقى في واحد عنده ولد تلاقي الجد اول حاجه اشتري له شهاده استثمار. يا باشا هديه جائزه النجاح في الاعداديه كانت شهاده استثمار. فهي دي حاجه يعني الناس كلها عارفاها وسهله ومهضومه للناس. فبالتالي دي تاثيرها عليا كحجم ودائع في الجهاز المصرفي مش هيبقى مؤلم، لا لان انا بزيد ب 50 مليار كل 3 اشهر والفلوس اسمها اتحركت. وفي حاجه ثانيه بقى يا استاذ خالد، احنا في حاجه هيجي لك فلوس من بره الجهاز المصرفي كاش. يعني الكاش اللي هيجي من بره الجهاز المصرفي. النقطه الثانيه ان في كاش كتير في تحفيز بقى. طبعا لا في ناس هتيجي بكاش زي في بعض الاسهم ازارات الاسهم في ناس كانت بتجيب بشنط كاش. هيبتدي يجي لك ما تسالهمش منين ولا حاجه ايه ما تسالهمش الفلوس دي منين. لا هو المفروض يتسالوا. لا بس هو طبعا بيجي يفتح عميل جديد. لا هي مش بنسال، هو الفكره كلها ايه، هتلاقي مواطنين بس ثقافته مش بنكيه. مش بنكيه، حوش في البيت. لكن لما تيجي يلاقي حاجه زي دي خلي بالك شويه خالص سويس بقى العائد عالي جدا، وكمان الناحيه القوميه. احنا لاحظنا كمان الفتره اللي فاتت ودي لها تاثير على الدولار، ناس كتير من القطاع العائلي ابتدت تبيع دولار في جوه البنوك. طبعا الارقام دي بتبقى عندي وانا بشوفها كل يوم. ابتدت تبيع دولار حجم السوق السوداء لا بيبيع الدولار بتاعها عشان يبقى عنده جنيه مصري عشان يخش في الموضوع ده. لعائد كويس وناحيه وطنيه وقوميه. انت هتطرح شهادات دولاريه بعد كده في مرحله اخرى، هنطرح شهادات دولاريه، بس هو الطلب كله على الجنيه المصري حاليا لان العائد طبعا 12% ده اعلى عائد موجود في السوق. الشهادات الداخليه الثلاث سنوات اعلى يعني موجود، البنوك العامه دلوقتي 10.5، البنوك الخاصه 9.5 10 الا ربع. فده بالنسبه لناس كتير. وبعدين شهاده مضمونه من الدوله، شهاده بتاعه قناه السويس، في ناحيه استثماريه وناحيه قوميه. صحيح. طب موعد الطرح بقى دلوقتي، الرئيس طلع القرار بقانون النهارده وانتوا ما شاء الله جاهزين طابعين 7 مليون استماره، امتى ويبقى موعد تطلع الطرح؟ في الجريده الرسميه بنمضي بروتوكول، احنا مستنيين بروتوكول هنمضي احنا البنك المركزي ووزاره الماليه وهيئه قناه السويس والبنوك الاربعه المصدره للشهادات، الاهلي ومصر اهلي ومصر والقاهره، واضفنا لهم قناه السويس عشان هيئه قناه السويس مؤسسه لهذا البنك. فنمضي البروتوكول، هنبقى احنا جاهزين نبتدي يعني لو خلصنا نمضي البروتوكول والكلام ده كله وطلع في جريده رسميه ممكن نبتدي يوم الخميس ان شاء الله. يعني ممكن الخميس الجاي الشهادات بالكتير يبقى يوم الاحد، بس اهم حاجه يكون في جريده يعني ما بين الخميس والاحد ستطرح شهادات البنك. أيوة. ده خبر مهم وجديد وبشرى للجميع. الخميس انتظر في البنك او الحد ان شاء الله، يا رب ان شاء الله تحقق ال لا ان شاء الله هي عليها اقبال، احنا متوقعين اقبال شديد لدرجه ان احنا ادينا اول تعليمات للبنوك ان هي هتبقى مواعيد العمل في بالنسبه للبنوك المصدره لغايه الساعه 6 بالليل. تقعد يعني اول اسبوعين كده لغايه نشوف الجو، وكمان سمحنا ان الفروع اللي هيبقى عليها ضغط تسمح ان هي تمد عن 6 بالليل، يعني ابتدينا طبعا نحضر نفسنا ان هيبقى في طلب شديد عليه. اوريدي الناس بتطلب جامد، اوريدي ناس كتير جدا فاكره بعد المؤتمر الصحفي اللي احنا عملناه امبارح في ناس ابتدت تروح البنوك النهارده، تروح البنك. بعد احنا قلنا في المؤتمر الصحفي احنا لسه مستنيين القانون يطلع، فده الطلب عليها الحقيقه كبير جدا. مواصفات الشهاده طبعا اللي احنا عايزين نفهمها بقى، يعني فئاتها شكلها ازاي؟ ممكن انا شايفها مع حضرتك لانه حضرتك رفعتها برضه في المؤتمر بس ما دققناش قوي. انتوا عملتوا لها سكان يا شباب ممكن تعرضوها على الناس؟ لا ما هيشوفها بالكاميرا. طب ممكن معلش امسكها او هات انا امسكها بعد اذنك لان انا هكون سعيد جدا ان انا اكون اول اعلامي مسك الشهاده دي. دي شهاده طبعا تاريخيه يا جماعه، شهاده استثمار قناة السويس زائد العائد الربع سنوي. لو تقرب الكاميرا او لو عندك فرصة تعرضها لنا يا والي، مش شايف اي تقريب الحقيقة لحد دلوقتي والي. طيب ماشي هفضل ماسكها. طيب ده شكل الشهادة على ما والي يجهز. اهي رفعتها لك اهو. طيب تمام، ده شكل شهادة الاستثمار اللي الناس بإذن الله حسب تصريحات سيد محافظ البنك المركزي الخميس أو الأحد على أقصى تقدير، ربنا سهل إن شاء الله تنزل يوم الخميس في البنوك اللي حضراتكم عارفينها، الأهلي ومصر والقاهرة وقناة السويس اللي مشاركة فيه طبعا هيئة قناة السويس بعد ما يتوقع البروتوكول. وثيقة حفر قناة السويس الجديدة، بسم الله الرحمن الرحيم وباسم الشعب مصر العظيم، ووفاء بالعهد والوعد واستكمالا لمسيرة أجدادنا العظماء، ومتوكلا على الله سبحانه وتعالى، نأذن نحن عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية
ببدء حفر قناة السويس الجديدة لتكون شريانا إضافيا للخير لمصر ولشعبها العظيم وللعالم أجمع. حفظ الله مصر وحفظ الله شعب مصر وتحيا مصر. دي الديباجة اللي موجودة على الوثيقة بتوقيع رئيس الجمهورية السيد عبد الفتاح السيسي اللي بدأ هذا المشروع واللي أصدر النهاردة قرار بقانون يخص إصدار هذه الشهادة. سيادة المحافظ لو تشرح لنا بقى فئات الشهادة و... تمام. احنا دلوقتي الشهادة هتبقى عملنا الشهادة ثلاث فئات 10 جنيه 100 جنيه 1000 جنيه ومضاعفة. احنا حقيقة 10 جنيه و100 جنيه دي كان الطلب على اساس ان ايه الطلبة في المدارس والكلام ده اللي عايز حتى احنا سمحنا للقصر ان هم يشتروا شهادات لغاية طبعا بحد اقصى 990 جنيه. ليه؟ لان لها منفعة. تمام. بحيث ان يبقى في مشاركة من كل الناس في مصر. في ناس كتير قوي هتاخد الشهادة دي تبروزها. صحيح. تاريخية يعني. حتى احنا عملناها بطريقة ان هي ايه تصلح لحياة الدولة. شكلها شيك قوي قدام حضراتكم اهي اللي على الجهة اليمين دي الديباجة الخاصة بكلمة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي واللي على الشمال ديباجة تخص الوضع المالي للشهادة قيمتها وتاريخ اصدارها الى اخره والشعار بتاع البنك وكل ده بيحمل توقيع السيد الرئيس. يعني طبعا وثيقة تاريخية ونعتقد انه مفيش مصري يمكن يتأخر عن حاجة زي دي ان شاء الله ابدا يعني. لا فاحنا دي هنعمل فئات كده. طبعا ال 10 جنيه وال 100 جنيه هتبقى بحد اقصى انك عندك لغاية 990 جنيه. ال 1000 جنيه ومضاعفتها مفيش حد اقصى. هيسمح بيها للمصريين طبعا فقط والشركات والاعتبارية المصرية. يعني مش شركات مصرية. اعتبارية مصرية. يعني كل شركات التأمين المصرية، الشركات الخاصة المصرية يشتري بأي كمية هو عايزها. المصريين مفيش حد اقصى. بلين دي شهادة استثمار عايز 12% طبعا كبير يعني. طبعا يعني اكبر بنك 10.5 11 10.5 على حاجة. فبالتالي بعد الزيادة الاخيرة راحت في المية لا دي بس كانت من فترة. النهاردة كنا لجنة السياسة النقدية عندنا وخدنا قرار بتثبيت اسعار الفايدة لان احنا كنا خدنا خطوة استباقية من شهر يعني النهاردة صدر قرار بتثبيت اسعار الفايدة. انا طلعت كان عندي اللجنة السياسة النقدية النهاردة وخدت قرار بتثبيت الفايدة لان احنا كنا عملنا خطوة استباقية وطلعنا تمام. ف 12% دي حاجه عاليه جدا يعني. طبعا. وبعدين هو نفس السعر ده احنا كنا عاملين سعر عائد الحقيقه فير للناس كلها وفي نفس الوقت يعني للجميع كويس. فعندك الشهاده اللي هم 10 جنيه و100 جنيه طبعا مش معقوله تدي ابو 10 جنيه كل 30 قرش. مفيش حاجه مفيش ما ينفعش. فقلنا ال 10 جنيه وال 100 جنيه هتبقى فايده تراكميه. يعني ال 10 جنيه هياخد في اخر الخمس سنين هتبقى 18 جنيه. ال 100 جنيه في اخر الخمس سنين هتبقى 180 جنيه. لكن ال 1000 جنيه ومضاعفتها هياخد كل 3 اشهر اللي هي الفايده طبعا 12% سنويا. تقسمها على اربع مرات هتدي كل 3 اشهر قيمه اللي انت قيمه العائد اللي هو المطلوب. يعني طب اللي اشتري مثلا ب 100000 جنيه مثلا. تمام. وهياخد 12% سنويا وما سحبش هذا العائد يعني خلى الربح ده بيتحسب له لا هيحطه بقى في حساب تجميعي لكن ما بي لا ممكن يحطه في حساب توفير يحطه في حساب هو بقى يتصرف هو حر. فلو حاطط ب 100000 جنيه يعني هياخد 12000 جنيه في السنه. هيبقى كل هياخد له 3000 جنيه كل 3 اشهر. طيب واحد اشترى بقى الشهاده دي وراح مثلا هنقول بقى 1000 جنيه وخد كل 3 اشهر هذا العائد في اخر الخمس سنين بقى بيسترد المبلغ بتاعه الاولاني اللي هو اللي دفعه البرنسبل بنسميه المبلغ الاساسي. يعني هو جه حط بمليون جنيه بياخد الفايده عليها كل 3 اشهر العائد عليها كل 3 اشهر وبيجي اخر الخمس سنين بياخد المليون جنيه بتاعته المليون جنيه زي اي حاجه. لكن ده ما يعني حضرتك مش متوقع في اخر الخمس سنين يعني في حساباتكم انت النهارده بتتوقع 60 مليار فالناس هتدفع 60 مليار وهيبتدوا تاخد العائد. هل بتتوقع بعد خمس سنين لما كل الناس ترجع الشهادات مره واحده تقدر تدفع الفلوس مره واحده؟ طبعا طبعا طبعا. ما انت بتعمل حاجه زي ايه سينك فند كده بتبقى عامل حسابك انك انت هتدفع منه الفلوس دي واخد بال حضرتك وبعدين ده بضمان الدوله يعني ده على حساب احنا بنخصم اوتوماتيك على حساب هيئه قناه السويس اوتوماتيك بيتخصم عليها او على حساب وزاره الماليه لان في ضمان وزاره الماليه دي. طبعا بتدفع في حسابها وكل حاجه. وبعدين بص العائد بتاع قناه السويس هو حاليا 5 مليار و300 مليون بعد التوسعات والكلام ده كله متوقع 11 العائد طبعا هيزيد برقم كبير جدا. والاهم حاجه في المشروع ده كله مش بس دي ده الانفراستراكشر اللي هو هيفيد الجيل الحالي والاجيال القادمه والاجيال الجايه واخد بالك. وبعد كده المشروعات يعني انت كان عندك شارع بقى عملت ايه طريقين يعني دي في حد ذاتها اضافه.
المشاريع التنمويه بقى في المنطقه دي كلها، هو ده الاساس. ده اللي هينقل مصر نقله كبيره جدا. اللي هتتعمل على ضفتي القناه. في المحور قناه السويس نفسها. ان انت قناه السويس دي طبعا يعني في دول بتقوم على مينا واحده. في دول كتير بتقوم على مينا واحده، فبالك مصر اللي عندها قناه السويس، قناه السويس معبر عالمي. احنا ما نعرفش هونج كونج الا المينا. ما هي عندها مينا، هونج كونج ودبي وسنغافور وفولندا والكلام ده قايمين على المينا بتاعتهم. احنا بقى عندنا قناه السويس معبر عالمي على خط الملاحه العالمي مباشره. عندك كمان بتاع 5 مواني ثانيه اخرى في مصر، ولحد دلوقتي ما يعني فده باين لهم اماره. لا ده احنا بنبتدي بقى، دي حاجه دي هي البدايه المهمه بالنسبه لنا كناحيه اقتصاديه. قناه السويس دي يعني بتزود الدولارات اللي داخله البلد، بتزود الاحتياطي بتاعك، بتقويك كدوله. وبعدين دي انت شريك مع التجاره العالميه. يعني مصلحه العالم كله، دي مش مصلحه مصر بس، دي مصلحه مصر ومصلحه العالم. فبالتالي مشروع ربنا يوفقنا فيه كمصريين وان احنا نقدر نمشي فيه. احنا جينا بقى قلنا ايه الشهادات دي كمان عشان الناس كمان تقدر، سمحت ان البنوك المصدره تقرض لغايه 90% من قيمه الشهاده. فجي مثلا خالد، جه انت دلوقتي جيت انت شاري شهادات بمبلغ وجيت احتجت فلوس سيوله في فتره معينه، تقدر تروح قصاد الشهاده بتاعتك من البنك المصدر تستلف بما يجي. انت شاري شهاده ب 100,000 جنيه تقدر تستلف 90,000 جنيه عليها. ياه. طبعا ذهب، شهاده ذهب بقى. ما طبعا زي الشهادات الادخاريه. فسمحنا ان البنوك كمان تسلف على الشهادات دي. وبالتالي هيبقى عندك السهوله كده. البنوك اللي هي مصدره، وهرجع لنقطه بقيه بنوك مصر هتعمل ايه. البنوك المصدره احنا قررنا ان احنا مش هناخد اي عمولات على هذا الموضوع، وده نوع من المساهمه اللي بتقوم بيها البنوك المصدره للشهادات. رغم ان تكاليف المصاريف الاداريه هتبقى عاليه جدا ضخمة. كل الكلام ده لدرجه كمان البنوك هتقدم اي تي ام كارد، تاخد كارت اي تي ام عشان لو انت عايز تسحب العائد بتاعك من مكنه الاي تي ام تسحبه بالكارت ده على حساب البنك. الكارت ده بيكلفني 10 جنيه. يعني انت هتدي تقدر تقترض 90% من قيمه الشهاده، وهتدي اي تي ام تسحب العائد وعلى حساب البنوك. يعني اللي هيشتري الشهاده ياخد معاه اي تي ام. ياخد معاه كارت اي تي ام، يعني البنك هيديله كارت اي تي ام على حساب البنك ان هو يسحب بيه العائد بتاعه. يعني يوم ما يشتري الشهاده طبعا على ما الكارت يتعمل هياخد له مثلا كام يوم على ما يجي يستلم. تمام. بس هيكون اكيد استلمه قبل الايه العائد بتاعه 3 اشهر. العائد هيحسب امتى؟ انت اشتريت الشهاده النهارده، اعتبارا من بكره يبتدي العداد يشتغل. العداد يشتغل بتاعك. دي فكل التسهيلات اللي هي الموجوده دي. طبعا هنعمل جدول استرداد للشهاده. يعني مثلا في واحد عايز خلاص يبيعها لسبب او اخر يسترد الشهاده بتاعه، في جدول خلال فتره قبل انتهاء ال5 سنين. قبل انتهاء ال5 سنين بس يقدر يسترد من بعد سنه. طبعا لما بيسترد بيخسر الفائده العاليه دي، ويبقى في جدول استرداد زي كل الشهادات الادخاريه. فالحد لا يوجد حد اقصى للشراء للمصريين، هي للمصريين اساسا. مفيش اي حد اقصى. اللي عايز يشتري باي كميه، يعني سمعت ان الازهر داخلين بربع مليار. خبر من الاخبار بقى. احد يعني صندوق التكافل في الازهر، لان ده عائد مهم. في ناس كتير جدا، في ارقام كبيره احنا سامعين في طوابير ارقام كبيره. فالحقيقه دي كلها، وكمان هي كمان النقطه ان عائد جيد جدا الى جانب ان انت ساهمت في مشروع قومي. صحيح. طبعا عدد الشهادات اللي احنا طابعينها دي، انت ما تيجي تشتري شهاده بمليون جنيه مش هديك مليون شهاده. مليون شهاده لا، تاخد شهاده بمليون جنيه. هديك شهاده فيها اللي هو ارقام الشهاده من كذا لكذا، اجمالي المبلغ بتاع الفئه 1000 جنيه مضاعفتها، اجمالي المبلغ بتاعك اللي هو المليون جنيه، فتاخد شهاده واحده. العبره كمان عشان الناس ما تخافش، العبره ليست ب اللي هي العبره بحسابك جوه البنك. يعني مش الشهاده دي لو ضاعت او فقدت. يعني لو فقدت او ضاعت انت هتبلغ او اتبروزت زي ما حضرتك كنت مش عايز يرجعها البنك. يعني هتبقى ايه ان العبره بحساباتك جوه البنك. ومكتوب كده على ظهر الشهاده وكل الكلام ده كله. فالحقيقه كل واحد يحفظ ارقامه وارقام حساباته ورقم شهادته. بس انت عندك موجود في البنك كل ده في دفاتر البنك. يعني انا رايح اشتري من البنك الاهلي ومش عميل في البنك الاهلي. هيعمل لي هامله بيانات اللي هو فتح حساب شهاده. وبعدين املى بيانات اخرى اللي هي اللي هي الشهاده اللي انا عايزها، الفئات اللي عايزها، اجمالي المبلغ، واشتري الشهاده بتاعتي ويديها لي في نفس الوقت. في نفس الوقت. وانا واقف في البنك وانا مش عميل للبنك. فببني البيانات، بدي بطاقتي، اسمي، عنواني، كل البيانات المطلوبه. اول ما اخلص الكلام ده هي دخلت جوه دفاتر البنك، فبقيت معروف ان هشام ده شاري شهادات بكذا بالقيمه دي. وانه بيصرف كل 3 اشهر، ولما بيصرف بيبان انه صرف او ما صرفش. وهكذا.
فهي ده حساب الأساس. يعني حساب مفتوح حساب اسمه شهادات، ومش هيحاسبك على اي حاجه، لا ولا عموله ولا اي حاجة. الا بقى لو حبيت ان انا افتح حساب واستخدم خدمات مصرفيه اخرى بتاعت البنك هتبقى اسهل طبعا، ساعتها بيحاسبني بقى ايه الخدمات المصرفيه اللي هي العاديه. فدي اول حاجه مبدئيه. طيب النقطه المهمه جدا، وطبعا وناس كتير يقول لك انا مش ما عنديش حساب في البنك ده، مش معقوله افضل انزل بشنطه كاش واقف في الطابور ومش عارف ايه، وانا عندي في بنك كذا حسابات حساب. يعني انا بنك النهارده كلمني عنده عميل برقم كبير جدا، بيقول لي هو قلت له طبعا ممكن الكلام ده كله. العميل ده هيعمل ايه؟ هيقدم للبنك، البنك ده هيجي اللي هو بره الاربعه، هيعمل اتفاقيه مع بنك من البنوك الاربعه، ياخد الاوراق اللي هي مطلوبه منه اللي هي بتاعه البنك ده، زي مثلا ايه قلنا بنك مصر مثلا، ياخد اوراق بتاعه بنك مصر بنك البنك الاخر اللي هو مش موجود ده اتفق مع اللي بنك هو بنك قطاع خاص او بنك او بنك أو من بره الاربعه مثلا، نقول ايه بنك اكس مش موجود، البنك ده هياخد ورق هيتفق مع بنك مصر. بنك مصر هيديله اللي هي الحاجات المطلوبه يملاها، العميل بتاعه هيملى البيانات كلها، البنك اللي هو في بنكه في بنكه فرع بنكه في فرع بنكه اللي هو مثلا نقول التجاري الدولي، واخد بالك كنت رئيس التنفيذي بتاعه فهيجي هيحط ايه؟ هيحط في التجاري الدولي، هيمضي هيملى البيانات كلها، التجاري الدولي هيختم ان البيانات دي صحيحه وتمت قدامي. تمام. هيجمع طلبات العملاء بتاعته كلها وبعدين يبعتها لبنك مصر اللي هو اتفق معاه ان هو ويحول له اجمالي الفلوس. تمام. يقول له هشام وخالد ومحمد وفلان وفلان كل ده بكذا وده بكذا وادي بياناته. بنك مصر خلال يومين يكون حط الكلام ده كله ويطلع له الشهاده الشهادات. ويبعتها البنك التجاري الدولي يسلمها للعملاء بتاعته. تمام. وهكذا ياخدوا بقى ياخدوا الفايده منين؟ من بنكهم. يقدر يسيب بقى التعليمات بتاعته، يقدر يقول له ايه الفايده العائد بتاعي حوله لي عند البنك التجاري الدولي، ساعتها بقى ده هيبقى تحويل هيتحاسب على مصاريف التحويل والكلام ده كله. يقدر البنك يقول له يسيب تعليمات ان انت بنك مصر العائد بتاع هشام اللي هو عميل عندك ده حوله عنده عندي في حسابه. تمام. وتحويل داخلي عادي وشغال عادي جدا، مش لازم يروح يقف في زحمه ولا كلام من ده. معلومات مهمه جدا جدا وهنكملها، بس بعد الفاصل هستاذنكم في فاصل ونرجع نكمل هذا الحوار الشيق والمعلوماتي حول شهادات قناة السويس الجديدة، أهم مشروعات مصر القومية ربما في 50 سنة اللي فاتت.